إذا شيخ، هل تعمل أنت تحت منظمة، تحت يعني جمعية أو شيء من هذا؟ سبحان الله، هذا شيء يعني عظيم، لأن منظمات، جمع المنظمة؟ نعم، منظمات، المنظمات منظمات، نعم، منظمات يوجد في كينيا، نعم، كثيرة ما شاء الله، كثيرة في كينيا، نعم. الحمد لله، ويعني يعملون يعني الحمد لله، نعم، الله يعني يعطيهم أجرهم، آمين يا رب. لكن يوجد مشاكل، نعم، ومن المشاكل كان بعض الأشخاص ذهبوا إلى المنظمات وأخذوا ما أخذوا، نعم، وما فعلوا، نعم، الذي طلب منهم، هكذا، نعم. إذن بعد ذلك بنوا يعني بيوت واشتروا يعني سيارات وهكذا، غفر الله لهم. نعم. إذن الآن إذا ذهبت إلى المنظمة، نعم، أريد أنا أفعل الدعوة، أعمل الدعوة يعني هكذا، أريد يعني تعاون منكم، لا يعطيك شيء. سبحان الله، لا يعطيك شيء. هذا البعض، يمكن البعض الآخر موجود، والله المهم أنت لا تريد المنظمات. لا، أريد المنظمة، أريد أن أريد، لكن أين هم؟ نعم، أين هم؟ ها، المنظمات في الغالب أنها فقط أيوة، إذا كتابة ومكاتب، أيوة، أنت تريد عمل. يوجد يعني طرقات، نعم، كثير جدا. قبل أن تجد شيئا من المنظمة يوجد طرقات كثير، من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا. وأنت لا تريد هذا؟ والله ما عندي وقت، الحمد لله ما عندي وقت. الوقت الذي في يدي أن أخرج من بيتي إلى الغابة، هذا يكفي، بدون منظمة، بدون منظمة، إلى الغابة أتكلم مع ناس بهم وأعرفهم الإسلام، هكذا. يعني الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، أيوة، هذا لو يضع مكان الشيخ الآن 100، أيوة، منظمة، لا، أيوة، تكفي، لا يكفي، صحيح، أيوة. فأنت الآن الله سبحانه وتعالى اختار لك هذا الدعوة، أيوة. الآن المنظمات أحيانا، أيوة، تكون المنظم مثلا يعني أعمال ومكاتب وكذا وموظفين، طيب طيب، وفي النهاية، أيوة، لا يوجد داعية واحد، لا يوجد داعية واحد. لو داعي واحد أحسن من 100 منظمة أحيانا. والله الله سبحانه وتعالى سيسر لنا إذا وجدت، إذا ذهبت إلى المنظمة، نعم، والله يعملون يعني خيرات، الحمد لله، نعم، يعملون، صح، بعضهم، لا يعني، نعم، لكن يوجد مشاكل أيضا فيهم. إن كنت تأتي من هذه القبيلة، نعم، والرئيس المنظمة من هذه القبيلة، نعم، إن شاء الله ستجد، ستجد شيء، ستجد شيء، ستجد شيء، وإلا لا تجد، وإلا يشتغل. إذا أنت اترك المنظمات واعمل، أيوة، هذا، ويبارك الله سبحانه وتعالى في عملك، الحمد لله، صحيح؟ صحيح، أسأل الله لك التوفيق، وأنا أهيب هذا، الحمد لله، بنفسي أنا أذهب إذا وجدت إن شاء وإذا الله، وإذا وجدت خلل في المنظمات، أيوة، انصح لهم، لا بس، لا بس، الله يعني.